فمن خلال ما ذكرنا في النصيحة وفي وجوب النصيحة، وما ذكرنا في الغش وفي تحريم الغش، يتبين الجواب عن سؤال وارد علي، ألا وهو أني قلت مخاطبا رئيس دولتنا رئيس الجمهورية، رفعت إلى الله وإليه الشكوى كما سمعتم جميعا من وجود المد الصفوي التشيع في بلدنا، وذكرت أن وجوده في بلدنا من أخطر المخاطر، وطالبت بقطع علاقتنا معه. هذا سمعتموه جميعا. يقول السائل المورد للسؤال: إلى جانب هذا ذكرت وجه إقامة العلاقات مع تلك الجهة التي جاء منها هذا المد الصفوي التشيع، ذكرت تبرير ذلك كأنك تبرره، وقد أقام تلك العلاقة رئيس الجمهورية. فكأن السؤال يورد استشكالا، وأنا أقول لا تعارض ولا تناقض بين كل مما ذكرت، وكل ما قد ذكرته لا أزال أذكره. لا تعارض ولا تناقض عندما يدرك أني وأمثالي من الناصحين الموجهين المرشدين يرشدون وينصحون ويأمرون وينهون في ميدان تخصصهم، وفي نفس الوقت ينظرون بعين التقدير والاحترام لكل من يرشدونه أو ينصحون له، ولا سيما إذا كان رئيس الجمهورية الذي قد لمسنا منه الإنجازات الإيجابية، وخصوصا في ميدان العمل الإسلامي. أقول لا تناقض ولا تعارض بين أني رفعت الشكوى إلى الله وإلى رئيس الجمهورية من وجود المد التشيعي في بلدنا، وذكرت أنه من أخطر المخاطر، وطالبت بقطع العلاقة معه ومع الجهة التي جاء منها، وفي نفس الوقت ذكرت أن رئيس الدولة أقام تلك العلاقة بأمر سياسي يراه هو. لا تعارض بين هذا، لأني كما قلت ناصح وموجه ومرشد في ميدان تخصصي، وفي نفس الوقت أنظر بعين التقدير والاحترام لكل من أنصح له وأرشده، لا سيما إذا كان رئيس الدولة رئيس الجمهورية الذي قد لمسنا ولمست منه الإنجازات الإيجابية، وخصوصا في ميدان العمل الإسلامي. والوجه في بيان هذا هو: أولا يجب أن يعلم أني أنا إنما رفعت الشكوى إلى الله والشكوى إليه لما أثبت لدي من النشاط الذي يقوم به المد التشيعي في بلدنا، وما أثبت لدي من أنهم يقيمون بعض العلاقات مع بعض الشخصيات التي لها تأثير على محيطها، وهذا رأيت شرعا أنه أمر يجب أن نشكوه إلى الله ونشكوه إلى من بيده قرار هذا البلد، زمام هذا البلد، ألا وهو رئيس الجمهورية. هذا واجبي، وإذا لم أوضح كنت غاشا، وتوضيحي له أقدمه في صحيفة عملي إلى ربي أنه النصيحة التي أوجب الله علي. لكني إلى جانب هذا أرى أن تلك العلاقة التي أقامها رئيس الجمهورية أقامها لأمر سياسي، هذا الأمر يرى إذ يقيمها معه مع تلك الجهة أن له إن شاء الله تعالى نتيجة. والوجه في ذلك أنكم تعلمون أنه هو الآن، أعني رئيس الجمهورية، يرأس جامعة الدول العربية، يرأس القمة العربية، يرأس القمة العربية الإفريقية بحكم هذه الرئاسة. والجهة إيران مثلا تعرف أنه يرأس كل من جامعة الدول العربية، يرأس الأمة العربية والإفريقية في الوقت الحالي، إذ يقيم هذه العلاقة معها، وبحكم رئاسته
وبحكم الدور الذي يطلع به إن شاء الله من الإصلاح يجعل هذه العلاقة إن شاء الله ورقة ضغط عليها. فإما يا إيران أن تتخلي عما تسعين فيه داخل شعبي وداخل بلدي من بثك للسموم التي لديك، قد لا يعبر لها هذه العبارة لأنه يعرف العبارة الدبلوماسية ونحن قد نعبر عبارات على مستوانا. إما أن تتخلي عما أنت عن التدخل في الشؤون الداخلية في بلدي وفي شعبي، وإما أن نعاملك على حسب ذلك وفي مقدمة ذلك قطع العلاقات. بل يقول لها ما هو أعم من ذلك بحكم كونه رئيسا للقمة العربية وللأمة الإفريقية، إما أن تتخلي عن التدخل والإثارات التي تقومين بها في البلدان العربية مثل العراق ومثل اليمن ومثل سوريا وما بينك وبين المملكة العربية السعودية، إما أن تتخلي عن ذلك وتبقين وبيننا جميعا العلاقات في القواسم المشتركة ولا تدخل لك في شؤوننا، أو أن نعاملك على حسب تجرؤك وتدخلك في شؤوننا. هذا يملكه رئيس الجمهورية بحكم أنه يرأس الجميع، ويملكه بحكم أنه لم يقطع معها العلاقات بل أقام معها العلاقات. هذا اعتبار نقدره له ونرجو أن يتحقق له هدفه، ونرجو إلى جانب ذلك أن يدرك ما نحن نشكوه ونتأذى منه ونحن على غالب ظن منه من أنهم في هذا البلد لم يبقوا ساعة ولا لحظة إلا وهم يسعون إلى أن يبثوا فينا ذلك التشيع الذي مبدأه لعن أبي بكر وعمر كما أخبرتكم سابقا، الذي مبدأه أن الرسالة غير خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي مبدأه أن قرآننا المحفظة عندنا المدروسة عندنا الذي نتعبد به أنه قرآن محرف، هذا مثبت عندهم لا خلاف فيه بينهم. هذا إلى نحن ننظر إلى هذا الجانب ونرفع الشكوى، لكننا في نفس الوقت لا نتجاهل نظر رئيس دولتنا ولا نتجاهل أنه يهدف إلى مسعى، ونرجو أن يحقق الله له ما يصبو إليه من أنه يوقف عنا وعن حتى الأمة العربية شرر هذه الجهة التي لا تزال تبث النعرات والشقاق والنفاق في كل بلد، ويدرك لا شك أنها خطرها دائما داهم ومتوقع، والأبعاد التي تهدف إليها لا حققها الله في بلدنا، فقد تكون تسعى إلى أبعد مما نحن نراه. إذن خلاصة القول أنه لا تعارض بين أن نشكو إلى رئيس الجمهورية، نشكو إلى الله ما إلى رئيس الجمهورية، ونطالب بقطع العلاقات، لكننا في نفس الوقت نعتبره رئيسا علينا، حاكما علينا، متعاونين معه على البر والتقوى، ونلتمس المخرج الحسن لكل ما يفعله. وإذا طالبنا وأردنا أن يزيل عنا أي شيء نتضرر منه، ليس فيها شيء. وكما قلت لكم، هو وإن كان خلاف وجهة النظر للشهادية لا يقتضي ذلك أننا لا نعتبره رئيسا لنا ولا نقدر جهوده، ونحن متعاونون معه على البر والتقوى، مؤيدين له في كل ما فيه تحقيق الأمن والأمان والاستقرار وخدمة هذا الدين على ضوء كتاب الله وسنة نبيه. قلت هذا بيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وإذل الشرك والمشركين، وأهن كيد الكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من رام بلدنا هذا أو بلدا من بلدان المسلمين بزعزعة أمن واستقرار فاشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين،
اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وكل للمظلومين المضطهدين المقتلين المشردين من المسلمين أينما كانوا. اللهم كلهم في سوريا، اللهم كلهم في فلسطين، اللهم وكلهم في العراق، اللهم وكلهم في اليمن، اللهم كلهم في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين. اللهم أحق الحق وأبطل الباطل. اللهم أحق الحق وأبطل الباطل. اللهم أعد دعوة الحق، دعوة كتابك وسنة نبيك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.